اخلى ضرسك بلدات هنا عندنا شهر توالفت معانا كلها التحاليل ديالها تفوت في لابوراتوار جاب لي النعاس. السلام عليكم. بزاف ديال الناس كيسولوني على البقري والغنمي ديال سبنيول، على الثمن ديالو، علاش هو طالع على ديال البلاد، واش كيجي من سبنيول مذبوح ولا حتى هنا كيذبحوه، الطريقه ديال الاستيراد ديالو. المهم بزاف ديال الاسئله جاوني في الخاص. على العموم في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم. تفضلوا معنا. والسؤال اللي كيتكرر بزاف هو علاش الثمن منخفض مقارنه مع ديال البلاد. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها ان الشركه ديال الشرق فيوند كتستورد من الخارج واحد الكميه اللي هي كبيره، هذا من جهه، ومن جهه اخرى انها كتستافد من الدعم ديال الدوله بحالها بحال جميع الشركات المستورده. وهذه الشركه ديال الشرق فيوند راه ماشي غير كتستورد من الخارج، كتبيع حتى ديال البلاد، يعني كتبيع جميع المواشي بجميع الانواع ديالها، وفي نفس الوقت هي المصدر هنا في الجهه الشرقيه، يعني كتبيع بالجمله، تبيع وتشري، وفي نفس الوقت تبيع للمحلات الكبار ومن طبيعتها حتى الصغار. في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم موقع ديال الشركه اللي بغيت تقدم هنا الحلي ديال العيد، وراه غادي يكونوا حاطين في مرجان وفي اسواق السلام وحتى في أسيمة. اجي هنا. اخلط عشرك. ايوا زوج تبارك الله. بحال هادو بحال هادو صغار، يعني هادو هما اللي عجبهم اليوم. قول لي واش هذا غتفوت الباطوره ديريكت دروك؟ لا لا هذه يلاه عاد تحطت هاد السلعه اليوم، راه غادي ان شاء الله عاد يفوت هنايا الطبيب ويدير لها التحاليل ديالها، تفوت في لابوراتوار حتى تخرج التحاليل نيجاتيف. بالنسبه لهادو اللي عاد جاو اليوم ما يقدروش يذبحوهم حتى يفوت الطبيب ديال اليونسا ويعطيهم لوتوريزاسيون. قول لي بغيت نقول لك هادي ديال سبنيول بصح تبان لي بحالها بحال ديال البلاد. بلدات هنا عندنا الشهر توالفت معنا. الشهر تبارك الله. واه توالفت توانست معنا كاع. تبارك الله. واه الشعير هالدراها هالماها. واش هي كتاكل الوجبه ديالها؟ تاكل الذرة والزر والشعير. الذرة والشعير. صافي مرات الصباح والعشية. الصباح والعشية. دوك راه تعشى. راه تعشى وكلها الصباح مع الثمانية ودوك عاود نوكلها مع الربعة نديرها في الماكلة. تبارك الله. وانا سمعت كاين اللي كيقول لك كيعطيو الكوديسة كي دابا هذه بلاد. لا 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 هذا غير الشعير والذرة. غير الذرة. ها هو فينا ها انت. في هذه اللحظة هذه راهم يسترجعوا الحوالة من طبيعة الحال حتى يحسبوهم ويديرهم في واحد الكرياج باش يكونوا ايزولي على العجولة، يعني غادي يمشيو من هنايا لواحد الكوري اخر اللي بعيد من هذه المنطقة هذه باش نسترجعوا العجولة. العجولة هما هادو، هادو يقول لهم شارولي، هادو عجولة ديال الخارج، تما نسترجعوا واحد جوج ولا ثلاثة يديهم الباطوار. قول لي هاد الأرقام علاش راك ترقمهم؟ هذا السي بوسعاد الكود نتاعنا نتاع الباطوار، هذا لحقاش ماشي غير حنا اللي كندبحوا في الباطوار. سيس في هذا الباطوار ان شاء الله ياك ان شاء الله دابا ان شاء الله نهضروا في المحل هذه هي السلعه ان شاء الله. ملي خرج من وجده الشيفور قال استنى استنى ركب الديسك على سحب غادي يوثقنا ساعه هو دار الديسك ديال الكاميون دار الديسك ديال السرعه ماشي مشكل السي العربي ملي خرجنا هو يلهله جاب لي النعاس هنا في بركان الباطوار. دخلنا المواشي الباطوار من بعد الاجراءات الروتينيه ديال المسؤولين هنايا. على العموم كان بودي نصور لداخل ولكن ما استطعتش. السلعه كتبات عندهم لحقاش الباطوار كيذبحوا الصباح بكري، ما توصل 8 ونص او 9 ديال الصباح حتى تكون السلعه عندك في المحل. 8 ونص ديال الصباح هذه الكامي جات من الباطوار من طبيعه الحال فيها المشيه اللي دفعنا لهم البارح، وهاد الناس مضبوطين يعني الوقت هو الوقت، حتى صحاب الشي واقفين على الشغل ديالهم، يشدوا الميزان ديالهم، يراقبوا الفاتورات، يتلاقوا مع الكليان ديالهم، وهذا هو سر نجاح المقاولة، الاحترافية في العمل، يعني ما كاينش شي حاجة نخليوها للصدفة. هذه هي الفقرة الأخيرة، يعني الحم للكاميون للباطوار لعند الجزار. دور خويا وريهم بالنسبه للموقع ديال الكره ديالهم راه باين وغادي نزيد نبين لكم اكثر. هاد الرومبان ديال الكوراليا ومفصلين الدوحه، نخليو بطيمه الدوحه على اليسار حي السلام على اليمين ديالنا، نمشي مع الطريق فين كيف الطوبيس نمرة 20، حنا ما غاديش ندورو نمشيو ديريكت حتى نلقاو هاد الرومبوان الكبيره هادي على اليسار ديالنا. كاين واحد المركز ديال التكوين واستقبال الصحفيين، كاين جمعيه ديال حمايه الطفوله، ندير رومبوان نزيدو ديريكت نوصل هاد الكروازمو هادي، ندخلو لهاد البلاصه سميتها دوار القياطين، يعني لهذيك النقطة ديال الكروزمو كاين 3 كيلومتر بالضبط. غادي نمشيو
كيلومتر اكزاكت لقاو الكوارة، يعني من حي السلام حتى الكوارة بالضبط كاين 4 كيلومتر. الفيديو ديال اليوم ساليناه. بزاف ديال المتابعين الكرام اللي كيرسلوني في الخاص كيقول لي علاش ما كنصورش الفيديوهات بزاف. صراحه ما كنصورش بزاف، ولكن الا بغيت تصور دير واحد الفيديو اللي هو زين وفيه معلومات اللي مفيده راه خصك بزاف ديال الوقت، سواء من التصوير ولا مونتاج ولا تبحث على المعلومه. هذه من جهه، ومن جهه اخرى انا ما عزيزش عليا التكرار، يعني تطرقت لواحد الموضوع ما غاديش نعاود له، يعني ما كانش شي حاجه الا كانت شي اضافه تبارك الله، ما كانش اضافه يعني بلا ما تصور، ماشي تصور غير من اجل التصوير. على العموم الفيديو ديال اليوم حنا كما قلت لكم ساليناه وتبارك الله عليكم، واستناوني فيديوهات جداد ان شاء الله على الاسواق ديال الجزيره الشرقيه والاثمنه وكل ما كنسولوا فيه.